محمد سالم الحبابي، قافز قطري. بديت مشوار القفز في سنة 2005 عن طريق مجال العمل في ولاية فلوريدا في أمريكا. اجتزت الدورة 50 قفزة المقررة مخصصة لكل قافز على أساس اجتزاز الدورة هذه ليس بي، وكانت هذه الانطلاقة في القفز إلى مشوار التدريب. فكرة قفزة تميم المجد، طبعا كل شخص فينا كان يبي يعبر عن ولائه وعن انتمائه لديرته وعن تعبيره عن الوضع اللي قطر مر فيه، وضع الحصار والناس اللي توقع على اللوحات، لوحات تميم المجد في الأرض، حنا نبي نوقع في السماء ونقدم لهم لوحة جديدة خاصة فينا وتمثلنا حنا كقافزين. تمت الفكرة، قفزة في سيلين عن طريق الهليكوبتر. الوقت كان في قفزتين، كان في قفزة في سيلين، والقفزة الثانية اللي كانت أجمل وأجمل اللي هي في كتارة الساعة 5:30 صباح. طبعا تصوير القفزة، لأن التصوير مش شيء سهل، أنت تأخذ زوايا في دقائق معينة، يعني في 5-6 دقائق لازم تأخذ كل الزوايا المطلوبة منك. في شباب مصورين أبطال قطريين، لأن حبينا العمل أنه يكون عمل قطري كامل. المجهودات، مجهوداتنا اللي شفتوها في الفيديو كلها مجهودات خاصة. كل ما شافوه من الشعب القطري والتعبير بالولاء، هذا فعلهم في الشعب القطري. ما قدموه لنا نقدمه لهم في وقت الشدايد وفي وقت اللي هم محتاجين وقفتنا معهم. فكرة ولاء واعتزاز وفخر، ونقدمها لسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الله يحفظه وينصره.